أعزائي المتداولين السلام عليكم، معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للثالث عشر من يوليو نبدأ أمامكم على الـ S&P 500. كما ترون كان لدينا هنالك كسر لمنطقة الـ 2150، ونحن الآن في اتجاهنا للـ 2200 كما ذكرت سابقا. أي مرحلة هبوط مصحح سوف يأخذنا فقط للأعلى. إذا تم كسر نقطة الـ 2125 سوف يكون لدينا هنالك بعض الذبذبة، لكن أنا في نهاية المطاف أرى أننا سوف نستمر في الصعود إلى مستويات ما فوق ذلك بكثير، 2200. بالتالي مع ضغط الشراء وبعض التصحيح في الأسواق ممكن أن يؤدي إلى هذا الصعود بالتحديد. من الممكن أن نرى هنالك أيضا بعض الذبذبات بسبب بيانات البنك الفيدرالي المركزي. على صعيد آخر، الناسداك 100 سيناريو جدا شبيه. نحن الآن في صدد الوصول إلى 4600، القمة السابقة من فترة الشهر 4 2016. نحن ممكن أن نرى بعض التصحيح، لا أي سبب لكي لا يكون هنالك التصحيح، لكن يجب أن نتابع منطقة الشراء ما فوق الـ 4600. تداول موفقا وشكرا لكم.